عقد مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أعمال اجتماعه التاسع بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي. وخلال الاجتماع استعرض العسومي تحركات البرلمان العربي خلال الفترة الماضية وكذلك النشاط المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.